بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بكم في حلقه استثنائيه لي على فيروس كورونا والاصل بتاعه. طبعا دي من مجموعه حلقات اسموزس، ودي من مجموعه حلقات مهمه جدا بتتكلم على الصحه وعلى كثير من الامراض وازاي بتعمل. فاحنا بنحاول يعني نشكرهم على هذا الفيديو العظيم جدا اللي احنا هنجربه النهارده باذن الله. طبعا عن هذا الفيديو بيتكلم على فيروس ووهان كورونا فيروس اللي هو اللي انتشر وعامل ازمه اللي هو فيروس كورونا 2019. الفيروس اسمه 2019 NCOV او النوفل كورونا فيروس، لانه ظهر في ديسمبر 2019 في منطقه ووهان بالصين. طبعا دي اللي كانت بدايه بتاعته، كانت في مكان او ماركت بليس او بيسموه سوق للحيوانات موجود في ووهان في الصين في 12 ديسمبر 2019، وكان وابتدى من بعد كده ينتقل الى مناطق كثيره في العالم او يظهر في مناطق اخرى في العالم. الفيروس دوت بيسمى كورونا، جاي من كلمه كراون، كراون يعني تاج، وده نتيجة وجود ما يشبه التاج على يعني في الشكل الخارجي للفيروس. فعشان كده بهذا النوع من الفيروسات أو فيروسات كورونا دي ليست جديدة، في موجود منها عائلة بتصيب البشر ومنها عائلة بتصيب الحيوانات طبعا، والحيوانات تعتبر هي دي اللي فيها كمية كبيرة جدا من الكورونا فيروس. الأنواع اللي كانت بتصيب البشر قبل كده كلها كانت أنواع حميدة، يعني ما كانتش خطيرة. الأنواع اللي كانت بتصيب البشر ما كانتش فيها خطورة كبيرة، ولكن ابتدت تظهر دلوقتي الأنواع اللي هي اللي احنا بنسمع عنها الحديثة دي، يعني دي ما كانتش موجودة قبل كده، ومعظمها انتقلت من الحيوانات. الأنواع اللي كانت موجودة قبل كده بتسبب طبعا البرد زي الكورونا فيروس أو غيرها، ولكن زي ما احنا شايفين إن الأنواع الحديثة الإنسان ما كانش عنده أميونيتي لما تم انتقالها من الحيوانات إلى الإنسان أو إلى البشر. الإنسان ما كانش مستعد، أو جهاز المناعي بتاعه ما كانش مستعد لمجابهة هذه الفيروسات، ما كانش، وبالتالي قلة وعدم وجود مناعة لهذه الفيروسات بيصيب الإنسان اللي بيصاب مثل هذه الفيروسات إلى الموت. دي طبعا زي عائلة السارز. السارز اللي ظهر في 2002 ده من نوع برضو من الأنواع الكورونا فيروس، لو نفتكره كان جاي برضو من الباتس أو واتنقل للسفيت، يعني جاي برضو من الخفافيش واتنقل لأنواع أخرى من الحيوانات ثم انتقل للإنسان. ده كان و 2012 ظهر فيروس تاني اسمه الميرس. الميرس ده برضو ظهر، برضو اتنقل برضو من الخفافيش ثم إلى الجمال ثم انتقل إلى الإنسان. وبالتالي إن مثل هذا يعني زي ما نشوف مصدرها غالبا الخفافيش. الوهان 2019 أو الفيروس كورونا الجديد اللي هو الوهان 2019 ده برضو مصدره الخفافيش، أو بيعتقد إن مصدره الخفافيش، وإنها حصلت في زي ما قلنا في سوق الحيوانات موجود في الصين، وانتقل من الخفافيش اللي في أحد الأشخاص أو أحد البشر استنشق هذا الفيروس، يعني جاله عن طريق الاستنشاق، وبعد كده تم انتقاله بقى من الشخص ده اللي هو أصيب بالفيروس اللي بيختلط بالحيوانات ده إلى طبعا شخص آخر، وابتدى بعد كده ينتقل من شخص إلى شخص، من person to person بيسموه، من شخص إلى شخص. وطبعا هذا الشخص طبعا لما راح المستشفى أكيد نقله للناس اللي في المستشفى أو للدكاترة كمان اللي بيتعاملوا مع المرضى، وبالتالي انتقل من بيسموها person to person، يعني انتقل من شخص، من إنسان إلى إنسان. يوم الأول كان انتقل من الحيوان أو الخفافيش، ثم بعد كده ابتدى يحصل له هذا الشخص نقله إلى أشخاص أخرى. طيب أنا عايزين نعرف مصطلح مهم أو اسمه الار نود. الار نود ده بيقيس مدى سرعة انتقال الفيروس من شخص إلى شخص. فمثلا الار نود لو أو بسميه الار زيرو بتساوي، لو بيساوي واحد معناها أن الشخص بينقل لشخص. فإذا فرد نقل لفرد أو شخص مصاب نقل لشخص سليم، وده بيسموها الار نود بتساوي واحد. طب لو هو الشخص، لو في شخص مريض انتقل بين الاثنين شخصين سلام، في الحالة دي بتقول ان سرعة انتقال المرض بيساوي الار نود بيساوي 2 وهكذا. فالار نود دي بتوريني قد ايه سرعة انتقال المرض. فاحنا لو قلنا مثلا
ان لو في شخص الارنود بتاعته عمارة الارنود بتاعته اقل من واحد، معناها ان الشخص المريض ما بينقلش، او ان المرض بيتم السيطرة عليه لان الشخص المريض ما بينقلش لاشخاص اخرى. لو بيساوي واحد، معناها ان كل واحد مريض بينقل لواحد سليم. لو اكتر من واحد، لو الارنود اكتر من واحد، معناها ان المرض بيحصل له انتشار، ان المريض بينقل لاكتر من واحد سليم، ان واحد مريض بينقل لاكتر من واحد سليم. طب يا ترى سرعه انتشار المرض بتاعت الوهان فيروس؟ طبعا الكلام ده نقدر نقلل سرعه انتشار المرض عن طريق الفاكسينيشن، او طريق ان احنا ندي تطعيمات، او حتى نحظر الناس المصابه، فبالتالي نقدر ان احنا نتحكم او نقدر نقلل من سرعه انتشار المرض بالطريقه كويس. طيب الوهان فيروس او الفيروس الجديد ده يا ترى سرعه انتشاره قد ايه؟ سرعه انتشاره 2.5، يعني 2.5، يعني ان على الاقل كل شخص مريض بينقل اكتر من 2 اشخاص سليمه، فبالتالي سرعته عاليه، يعني هو يعني بينتشر، ان الشخص المريض بينقل 2 واكتر من 2 سلام، فبالتالي في سرعه في انتشار المرض ده. عشان خاص كده لازم نعمل عمليه يعني تحكوا فيه، او نعمل عمليه حظر. ده اللي حصل في المنطقه بتاعت وهان. لو بصينا في الصين لقينا المنطقه تم عمل حظر بحيث ان ما يتمش انتقال الناس من والى وهان، وحتى الناس بعد كده اللي حصل لهم انتقلوا، او لقينا ان الاشخاص بس اللي اصيبوا بال او في الدول الاخرى اللي جالهم المرض ده هم الحقيقه منتقلين او جايين او جم من هذه المقاطعه او احتكوا بناس في هذه المقاطعه. فمعظم الناس اللي زي ما شايفين اللي هم كانوا من المرض في الدول الاخرى هم كانوا جايين من هذه المقاطعه، عشان كده تم عمل حظر بسرعه على اي شخص جاي من هذه المقاطعه. زي ما بنقول ان بيحصل انتقال من لو من واحد مريض الى واحد سليم، ما بيظهرش على السليم اي اعراض الا من بعد على الأقل 6 أيام، يعني من 3 لـ6 أيام الشخص اللي جاله بيظهر عليه الأعراض بتاعت انتقال الفيروس. الأعراض دي بتبقى شاملة إيه؟ شاملة رقم 1 ارتفاع درجة الحرارة، 2 الكحة، 3 اللي هو عبارة عن التنفس بصعوبة. فكل دي عبارة عن أعراض. في هذه الحالة لازم يروح للطبيب، لكن للأسف ما نقدرش نكتشف، أو الطبيب ما يقدرش يتأكد إن الأعراض دي بتاعت فيروس كورونا الا عن طريق تحليل الدي ان ايه. هو ده الحل الوحيد عشان اتاكد ان ده فيروس كورونا او لا. طب معظم فيروسات كورونا هي بنان حميده، يعني ما فيهاش مشكله او مش خطيره. فالسارز مثلا بنلاقي ان نسبه الناس اللي ظهر في 2002 كان معظم الناس 25% الناس بتصاب بالسارز، كان 25% منهم لازم يبقوا تحت تنفس صناعي. 10% من الناس دي كان بيموت، يعني 10% من الناس اللي اصيبت بالسارس كان بتموت، 25% كان لازم يخشوا تحت تنفس صناعي. طب فيروس الميرز اللي من نفس العيلة اللي ظهر في 2012 بنلاقي ان 50% منهم من الناس اللي بتصاب بالفيروس لازم يتحطوا تحت تنفس صناعي، 36% من الناس اللي اصيبت بالميرز كانت بتموت، 36%. فطبعا دي نسبة كبيرة جدا. طب يا ترى الوهان فيروس كان نسبته قد ايه؟ الوهان فيروس بالنسبة للتانيين اقل بكتير من السارز ومن الميرز. الفيرتاليتي يعني نسبة الناس اللي ماتت اللي اصيبت بالفيروس لو ماتت هي 4%، فاقل كتير جدا من السارز ومن الميرز. وكمان كان يعني بنجرب مع عشان كده بنجرب لغايه دلوقتي الادويه اللي كانت مع الفيروسات الكورونا، وبنحاول ان احنا ندور على فاكسين ليها، وعشان نشوف يا ترى الانتي فيرال دراج اللي ممكن ينفع منها، او اللي هي مضادات الفيروسات اللي متاحه بالنسبه لنا دلوقتي في الصيدليات، عشان نشوف انهي نوع من هذه الانواع ممكن ينفع مع الوهان فيروس. بس حتى الان ما فيش حاجة اكتشفت، لكن لغاية دلوقتي في أكتر من حاجة بيجربوها وبيشوفوا إنها بتنفع أو لا. طب إزاي نحمي نفسينا من السارس من هذا الفيروس، فيروس الكورونا أو الفيروسات الأخرى؟ رقم 1 طبعا بنحاول تشير الفيديو ده لأكبر قدر من الناس عشان يعرفوا الحاجات اللي ممكن يعني نعملها عشان خاطر نحاول نقي نفسينا من المشاكل ديت. رقم 1 فيها ان انت تغسل ايديك،
بالصابون، كل يعني لما تحس ان ايديك متوسخه او مش نظيفه بتغسلها بالصابون. تاني حاجه تعمل، تحاول تبعد عن انك تنط المنطقه بيسموها التي زون، اللي هي منطقه المناخير والعينين والبق، يعني ما تقعدش تحك ايدك كتير في عينيك او في بقك او في مناخيرك، اللي هي منطقه التي زون، بيسموها منطقه حرف تي لانها على شكل حرف تي او التي زون دي، لانها هي دي لو انت لا قدر الله مصاب انت هتنقل لغيرك وهكذا، وغيرك ينقلك وهكذا. فبالتالي تغسل ايديك بشكل مستمر، ما تلطش منطقه العينين والمناخير والبق بشكل كتير، وطبعا ما تروحش المناطق اللي معروف ان الفيروس فيها، يعني اي منطقه فيها فيروس او كده تحاول ان انت تبتعد عنها، زي الناس مثلا بتروح الصين ما تروحش ووهان او كلام من دوت، عشان دي مناطق او مناطق معروف ان فيها الفيروسات. طبعا مهم جدا ان انت تحاول تحافظ على صدرك بشكل كويس او جهازك التنفسي، يعني شرب السجاير طبعا والحاجات دي، او تتعرض للبرد، ده هيضعف من جهازك التنفسي. وطبعا ممكن تاخد فلوتشوت اللي هو عبارة عن الفاكسين بتاع البرد عشان ما يحصلش يجيلك برد ويضعف جهازك التنفسي. طيب طبعا لو انت بتروح الصين بقى او في ولاية وهان، حاول ان انت ما تخرجش، الطلبة بتوعنا اللي في ولاية وهان ما يخرجش بره، يعني حاول يشتغل من البيت، وحاول يبعد عن المناطق المزدحمة اللي فيها ناس كتيرة، وطبعا ما تحاول تبعد عن المناطق اللي فيها مستشفيات ومرضى كثيرين، عشان خاطر ما تلقطش العدوى الا اذا كنت انت نفسك عيان او تعبان او كده، فلازم تروح المستشفى. طيب الوهان فيروس اللي هو النوفل كورونا فيروس بتاع 2019 ده اقل خطورة من السارس، واقل خطورة حتى الان من الميرز اللي هم ظهروا قبل كده من انواع الكورونا فيروس، ونسبة انتقاله اقل، وهو محصور زي ما قلنا في منطقة بدايته محصورة بشكل كبير في منطقة وهان. وزي ما قلنا ان انت تحاول عشان تحافظ على نفسك، بنعيد تاني وبنكرر، لازم تغسل ايديك وتحاول تبعد، ما تلطش وشك اللي هي زي المناخير والبق والعينين بشكل مستمر، وتغسل طبعا ايديك تكون نظيفة، وتحاول تبعد عن اي اماكن ممكن يكون فيها ناس مرضى زي المستشفيات، الا اذا كنت انت مضطر انك تروح هناك دي. وان شاء الله ربنا يحفظنا جميعا من مثل هذه الامراض ومن انتشارها، ويحفظ بلدنا باذن الله تعالى. ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.